بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم، أطيب وأزكى التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية. تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل، شهر الاغتنام من فيوضات الرحمن ورجاء الفوز بالجنان ورضوان من الله أكبر. على مائدة القرآن نجتمع ومن معينه نغترف، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرمضانية المباركة مع برنامجكم اليومي المباشر عبر قناة أصيل الفضائية شاهد وشارك. ضيوف متميزون في عالم الحفظ والتلاوة يشاركوننا في كل حلقة، وعائلات من مختلف الدول العربية والإسلامية نتعرف معهم على عادات بلدانهم وتقاليدهم في الشهر الفضيل. وكما عودناكم مشاهدينا نطرح عليكم في كل حلقة سؤالا قرآنيا ونتلقى منكم الإجابات ونختار بالقرعة الرابح، ونعدكم بجوائز نقدية قيمة بإذن الله، كما نبين في الفقرة التربوية لهذه الأمسية الفوائد الروحية والاجتماعية لصلة الرحم. أعزائنا المشاهدين، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. تقبل الله أعمالكم مشاهدي برنامج شاهد وشارك، ومبارك عليكم شهر رمضان. وأما سؤال المسابقة، في كلامه جل وعلا عن ذم الربا وفي الجزء الثالث من القرآن الكريم، ماذا توعد الله المرابين؟ ألف: وعدهم بحرب من الله ورسوله. باء: وعدهم بجهنم وبئس المصير. جيم: وعدهم بإنزال العذاب عليهم. مشاهدين الأعزاء، يمكنكم إرسال جواب المسابقة عبر الواتساب للرقم المكتوب أسفل الشاشة، وطبعاً في ختام البرنامج نختار الفائز بالقرعة ونقدم له الجائزة. نأمل أن تكون أنت الفائز. أهلاً بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، نأمل منكم المشاركة في المسابقة والإجابة، وإن شاء الله ستكون الجائزة عبارة عن 4 ملايين تومان، ما يعادل 150 دولارا. اسمحوا لي أن أستقبل ضيف الحلقة السيد صادق الشرفي من اليمن مع عائلته الكريمة. سيد صادق، السلام عليكم وأسعدتم أوقاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ومن خلالكم لجميع الأخوة المشاهدين، لجميع المسلمين في شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة. أهلا ومرحبا بكم طبعا، ومسرورون جدا بوجود ما شاء الله الأطفال الأعزاء، وإن شاء الله ذرية صالحة مع عائلتكم. نحن في شهر رمضان نحاول دائما أن نعطي هذا الشهر حقه، ولكل شعب ولكل أمة ثقافة خاصة بها. الشعب اليمني له طريقة خاصة في التعامل مع شهر رمضان وفي إحياء أيامه ولياليه. حبذا لو تطلعونا وتطلعوا السادة المشاهدين على ثقافة الشعب اليمني في التعاطي مع شهر رمضان الفضيل. إن شاء الله. في اليمن طبعا شهر رمضان شهر مقدس، شهر خير وبركة، شهر تكافل اجتماعي، وتتجسد في هذا الشهر كله مبادئ ومعاني الإسلام
العظيمة، التكافل الاجتماعي يكون بين اليمنيين كبير جدا. عادة في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان أيضا يكون التكافل الاجتماعي بنحو كبير، ولكن في شهر رمضان يزداد هذا، ويكون هناك تفقد للمساكين، زيارة للأرحام، مجالس قرآنية في الليل يحييها كل الأسر، يحييها الجيران مع بعض في مجلس واحد، يتجمعون في المساجد، يتجمعون في البيوت، يقرؤون القرآن مع بعض، يفطرون مع بعض بشكل كبير أيضا. في شهر رمضان تجد روحانية هذا الشهر الكريم في اليمن طافحة وبشكل كبير جدا. أيضا في هذا الشهر طبعا الرحمة في أبهى معانيها وفي أروع أمثلتها تتجسد في الشعب اليمني، شعب كرم، والحمد لله. طبعا يوجد عندنا في شهر رمضان الكثير من البرامج القديمة جدا والتراثية، يعني أحياها الأجداد واستمر عليها الأبناء والأحفاد إلى الآن. سيد صادق، أنت رئيس الاتحاد الطلابي لجامعة أهل البيت عليهم السلام، وأيضا رئيس ملتقى الوعي والتلاحم الشبابي في اليمن، وأيضا مدير ملتقى نون الثقافي في مدينة قم المقدسة. اليوم دور الشباب دور محوري في الحرب والسلم، في معركة الثقافة، وفي رقي العائلة، وفي الخدمة الاجتماعية. اليوم الشاب اليمني كيف تصنفه؟ الشاب اليمني مليء بالمعنويات، بفطرته مقاوم وعنيد قوي، قريب من كل المعتقدات الإسلامية، متمسك بها وبشكل قوي جدا، ولا يمكن أن يستسلم، يصمد ويواجه المخاطر. الشاب اليمني يوجد فيه ميزة، وهو أنه دائما متسامح مع المؤمنين وقوي على أعداء الله. فعلا اليوم الشعب اليمني يضرب أروع المعاني في البطولة والصمود والجهاد ثابت في هذا الشهر الكريم. اليوم انتصارات كبيرة في اليمن، وهذا من بركات هذا الشهر اليمني والشهر الكريم عفوا، والشباب اليمني يثبتون فيه بطولاته. كما تعرفون سيد صادق، ربما يعني الشعب اليمني أطل بقوة على العالم الأجمع من خلال هذه الحرب الظالمة التي شنت عليه من تحالف طويل عريض، وكما قال السيد عبد الملك الحوثي أن كل العالم معكم ولكن الله ليس معكم، فنحن منتصرون وأنتم منهزمون. هذه الثقافة الجهادية، هذه الثقافة، ثقافة المقاومة، ثقافة رفع الرأس رغم الجوع، رغم التعب، رغم الحصار، رغم القتل، رغم الظلم، يبقى هذه الشعلة الإيمانية وهذا النوع من الشموخ والإباء. حبذا لو تطلعوا الناس أن هذه الثقافة هي ثقافة أصيلة في وجدان الشعب اليمني. فعلا تاريخيا عرف اليمن بأنه شعب مقاوم، لا يرضخ بالقوة لأي عقيدة تأتي لتفرض عليه، ويجنح للمحبة ويجنح للإنسانية، ويؤمن مباشرة بما يقتنع به أنه الحق. اليوم ما يحصل في اليمن هو تجسيد لذلك التاريخ القديم، وامتداد له. نعم، كان اليمنيون على طول تاريخهم كانوا هم أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، كانوا أنصار رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كما كان الأنصار الأوس والخزرج هم من بايعوا رسول الله. وبعد ذلك في زمن أمير المؤمنين عليه السلام كان من أنصار أمير المؤمنين عمار بن ياسر، ثم مالك الأشتر و سعيد بن قيس وقبائل همدان، وقال ما قال فيهم الإمام علي عليه السلام، وتتوالت طبعا وفاء اليمنيين مع أهل البيت عليهم السلام إلى زمن الإمام الحسين عليه السلام، فكانوا شهداء مع الإمام الحسين وقدموا الكثير، ومع أئمة أهل البيت. واليمنيون طبعا عرف عنهم أنهم هم دخلوا الإسلام على يد أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، هذا معروف ومشهود يعني فعلا، ولذلك مكانة أمير المؤمنين في وجدان الشعب اليمني عظيمة وكبيرة. نعم. سيد صادق،
اليوم لماذا نحن نؤسس اتحادات؟ لماذا نؤسس جمعيات؟ يعني كيف تجسدون من خلال ذلك روح الجماعة وروح الفريق الذي يقاوم وله أهداف واضحة وبصيرة واضحة؟ طبعا تأسيس التجمعات والجمعيات والمؤسسات إذا كانت بدون هدف وعبثية فهي جهود تضيع وتذهب أدراج الرياح، أو إذا كانت في سبيل الله وغيرها. نعم. فهي أيضا أفسد. نعم. وأصعب. نعم بالضبط. هذه التجمعات والمؤسسات يجب أن تكون منطلقة لتشعر المجتمع بمسؤوليته. إذا كانت شبابية فهي تعمل في وسط الشباب وتحرك في الشباب روح المسؤولية، تيقظ فيهم الضمير وتحركهم تجاه القضايا الإسلامية العادلة لنصرتها ولأن يكونوا دائما مطلعين بدورهم. الدور الكبير، نحن مثلا على سبيل في ملتقى الوعي والتلاحم الشبابي كان في اليمن الدور الكبير للشباب في هذا الصمود وفي التفاعل مع الأحداث وفي تعزيز تلاحم المجتمع وتعزيز ترابط المجتمع وتعزيز الروح التكافلية في المجتمع. والشباب عندما نهضوا بمسؤوليتهم في اليمن ترى هذا الصمود الأسطوري. المؤسسات والتجمعات يجب أن تكون لها أهداف واضحة، والأهداف هذه تصب في مسألة في مصلحة المجتمع وفي خدمة الدين، الدين أولا، ومن الدين أيضا السياسة. نحن لا نفرق. نعم. بين الدين والسياسة. بالنهاية السياسة. نعم. هي القيادة، وبالنهاية هي يعني تمثل وتجسد أهداف الأمة وأهداف القرآن الكريم في تأسيس دولة كريمة. نعم. أحسن. سيد صادق، يعني من لا يعرف اليمن كثيرا، اليمن ليست فقط صحاري، فيها جنائن وفيها أعناب وفيها نخيل. يعني من يذهب إلى الأنترنت ليشاهد مثلا يجد هذه الجنائن الجميلة هناك ويعني الفاكهة. حبذا لو تحدثنا قليلا عن هذا، يعني عن هذا النوع من الزروع الموجودة في اليمن. طبعا في اليمن كثير من أنواع الفواكه. نعم. التي هي طبعا في العالم هي بالدرجة الأولى، أفضل الفواكه مثلا في العالم. عندنا مثلا في اليمن الرمان. الرمان اليمني معروف على مستوى العالم أنه ربما لا مثيل له في المذاق، يعني حتى أنه متفرد في هذا الجانب. عندنا مثلا الأعناب وعشرات الأنواع من الأعناب في اليمن. الفواكه مثل البرتقال والتفاح، وأيضا عندنا يزرع التمر، وتزرع أنواع كثيرة من الفواكه أخرى مثل مثلا هذا ما يسمونه العنب، عنب الرمان، عنب العظام، هذا الذي يسمونه المانجا. نعم. أيضا المانجا والموز. وعندنا طبعا من الزروع المنتشرة والتي معروفة في العالم البن، البن اليمني. البن اليمني. البن اليمني ليس البن فقط من البرازيل، البن يأتي. نعم. من اليمن. البن أيضا البن اليمني، وهو أفضل أنواع البن عالميا. الذي يأتي إلى البرازيل حتى كان يصدر باسم المخا. نعم. بن مخا. نعم. وهذا هو نسبة إلى المخا. فكثير اليمن مليئة بالخيرات. نعم. يعني الحمد لله. أنا حببنا أن نطل على هذه الزاوية حتى يعرف الناس أن ليس كما يشاهدون في الصور الحربية يعني فقط جبال صحراوية وبوديان. نعم. لا، هناك أيضا زروع وجنات. نعم. أعزائنا المشاهدين، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. رحيم كريم عليم حليم حكيم متين رزاق شهيد لطيف خبير بصير جليل رقيب مجيب صبور Yeah.
محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. سميع عزيز حفيظ عظيم شكور قهار فتاح مقيم كبير حسيب قوي وكيل رشيد حميد صلي على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. بارك الله بكم أخي العزيز المتألق علي رضا سليمي، أنت معنا هذه الليلة، نفتخر بك وأيضا بسماحة الشيخ الوالد سماحة الشيخ الأستاذ محمد سليمي، وهو حاصل على الرتبة الأولى في ترتيل القرآن الكريم في مسابقات وطنية، وأيضا هو مدرس للقرآن المجيد وللحديث الشريف منذ أكثر من 10 سنوات في جامعة المصطفى العالمية ومدارس ومؤسسات ودوائر رسمية مختلفة. سماحة الشيخ الأستاذ محمد سليمي، السلام عليكم ورحمة الله وأسعدتم مساء، أهلا بكم. أيضا الشاب المتألق علي رضا
يسمى نابغة القرآن الكريم، وهو حائز على الرتبة الأولى في ترتيل القرآن في الكثير من المسابقات الوطنية وفي كثير من المحافظات، وهو بدأ التلاوة في عمر 16 من العمر، وهو أيضا قارئ ومرتل للقرآن ومؤذن في مسجد جمكران المقدس وفي الحرم الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أيضا لديه أسفار لمحافظات كثيرة وبلدان إسلامية عديدة. أبدأ معكم سماحة الشيخ علي، سماحة الشيخ محمد سليمي، متى بدأت القصة مع القرآن الكريم؟ متى بدأت معكم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی خوشحالیم که بسم الله الرحمن الرحیم بزرگواران هستیم. سعادتی بود که امشب انا مسرور بان اكون الليله بخدمتكم. مقدر شد که خدمت شما والحمد لله برنامه قرآنی بعد هذه الليالي ليالي قدر المباركة بخدمتكم في هذا البرنامج. من التوفيق أن تكون الأجواء أجواء قرآنية في البيت. جميل. فالطفل يرى عندما يرى والديه يتكلم يقرؤون القرآن في البيت، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوه كما فعلت اليهود والنصارى. فإن البيت إذا كثرت فيه تلاوة القرآن كثر خيره وأضاء لأهل السماء كإضاءة نجوم أهل السماء لكم. من هذا الباب فنحن حاولنا أن نجعل البيت وفضاء البيت فضاء قرآني. فالطفل كان يرى أن والديه يقرؤون القرآن في البيت، فهو أيضا كان يرغب ويأتي ويجلس خلف رحل القرآن ويقرأ القرآن بصوته الطفولة. شيئا فشيئا وجدناه أنه يقرأ سور القصار مثل من أستاذ محمد عبد الباسط، أنه يقلد الأستاذ محمد عبد الباسط. والحمد لله هناك آية لأستاذ محمد أن كثير من الأطفال يحبونها، فهذا القطعة ممتازة في البلد. بعد قراءة الأستاذ عبد الباسط هو الرغب في تقليد الأستاذ مصطفى إسماعيل، نغمات ومقامات حتى يكون متمكنا من نغمات القرآن ويكون ماهرا في هذه النغمات. والحمد لله شارك في المسابقات وتقريبا 7-8 سنوات هو في جمكران، مسجد جمكران، وفي بعض البلدان الأجنبية هو استطاع من إجراء برامج قرآنية. الحمد لله هو رأس مالنا. الحمد لله رب العالمين. سمعت الشيخ، يعني هذا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، والأب المربي المخلص في نيتي لله تبارك وتعالى الله يعطيه ويجعل الذرية ذرية صالحة. أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. اسمح لي أن نأخذ هذا الفاصل أعزائنا، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا بإذنه وسراجا منيرا.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، وإليكم مجددا سيد شريفي. دائما هناك سؤال يطرح عندما نشاهد يعني مثلا القائد السيد عبد الملك الحوثي، نجد خنجرا يضعه في الوسط. أطلع السادة المشاهدين على ثقافة هذا الخنجر ولماذا يعني يحمله الرجل؟ طبعا هذا هو لباس القبائل اليمنية القديمة، والخنجر معروف أن العربي كان يحمل الخنجر في خصره منذ قديم الزمن، مثل السيف، يعني كان السيف في جانب والخنجر في الخصر. واشتهرت قبائل قحطان بمختلف قبائل قحطان، منها خولان ويام وهمدان وغيرها، بلبس هذا الخنجر. هذا منذ آلاف السنين، ثم فيما بعد أصبح هذا الخنجر جزء من اللباس، أصبح جزءا من اللباس، جزءا من اللباس، وتحول إلى لباس، وتحول إلى لباس يعني يفتخر به. طبعا لا يستخدم في مثلا في القتال، حتى إذا حصلت أحيانا مشاكل بسيطة في الشوارع أو في أي مكان بين اليمنيين لا يستخدمون الخنجر. يعني أحببت أن أسأل هذا السؤال، لو أن شاب مثلا غضب أو شيء ممكن أن يمتشق سلاحه يعني مع صديقه أو كذا؟ هناك عادات في الحقيقة تمنع، تمنع يعني عندنا الشيء. أولا أنه لا يخرج إلا على عدو وليس على أصدقائه، أولا على عدو مترصد للقتل. هذا شرط، أولا أن يخرج على عدو فهو يدافع عن نفسه، مترصد للقتل فيصبح دفاع عن النفس. وثم إذا خرج هذا الخنجر لا يرجع إلا بضريبته وهو الدم. نعم، إذا كان فعلا يعني إذا كان فعلا هذا العدو مترصد للقتل، نعم، ويريد قتله. وإذا نعم. استخدمه الإنسان بشكل مفرط خارج هذه القاعدة، استخدمه وشهر هذا الخنجر، ففيه ديات وفيه مثلا عقوبات مالية، وفيه إذن السلاح يحترم، يعني أحيانا تطرده القبيلة تماما منها إذا أساء استخدامه وأخرجه هكذا عبثا أو لتهديد بعض الناس. نعم، بخصوص الملتقى، ملتقى نون الثقافي في مدينة قم المقدسة، استخدمتم كلمة نون وهي كلمة قرآنية، ماذا كان الهدف؟ يعني هي نون بداية سورة نون، والقلم وما يسطرون، وهي يعني تشير إلى هذه الصورة في بدايتها إلى التعلم وإلى أهمية القلم والكتابة وغيره. ومن هذا المنطلق كان هذا شعار للملتقى، بما أنه ملتقى ثقافي. نعم، والملتقى كل نشاطه طبعا ثقافي، وعنده سايت في الإنترنت، ويوجد فعاليات ثقافية، مجالس للقرآن الكريم وللأخلاق وللدروس الموضوعات القرآنية وغيرها. فهذه هي الإشارة من نون، أنه إشارة إلى التعلم والقلم وإلى الثقافة وإلى المعرفة. نعم، أعود إليكم من جديد سماحة الشيخ محمد سليمي. لديكم ذكريات جميلة في سوريا، حبذا لو تطلعوا السادة المشاهدين على هذه الذكريات، تفضل. يكي از توفيقاتي كما در نعم، من أحد توفيقاتي في شهر رمضان قبل كورونا طبعا، ذهبنا إلى سوريا برفقة علي رضا. كان من المقرر أن تكون الرحلة أسبوع واحد، ولكن بعناية من السيدة زينب سلام الله عليها استمرت الرحلة 10 أيام إلى أسبوعين، وأنا بقيت إلى نهاية شهر رمضان. أصل دعوتنا كان هو علي رضا، ولكن أنا بقيت إلى شهر نهاية شهر رمضان. فمساجد كثيرة من أهل السنة كانوا يدعوننا، وكان الاستقبال كثير. أنا اقترحت هناك أن الفضاء، هل هذه الصور سمحت شيخ من سوريا أليس كذلك؟ نعم. هذه الصور، نعم نعم نعم، في حرم السيدة زينب. أنا اقترحت بأن هذا الفضاء جيد جدا، فاجعلوا من العام القادم هنا برنامج القراءة، قراءة القرآن.
فأنا كنت أتصور أنهم يبدأون من العام المقبل، ولكن أنهم بدأوا من اليوم التالي وقالوا كل شيء جاهز لقراءة القرآن. فكل يوم كنا نبدأ قراءة القرآن قبل أذان المغرب، فعلي رضا كان يقرأ القرآن كل يوم وأنا عندي ابتهال هناك، وبعد البرنامج هناك الصلاة والإفطار وبرامج أخرى هامشية. في أحد الليالي جاء شخصان ليسألونني أسئلة، فلأنني كنت معمما فكانوا يتصورون أنا أعرف العربية، فأردت منهم يتكلمون بالفصحى حتى أتأفهم. فجاءوا وسألوا ما الفرق بيننا وبين داعش، ما هو الفرق؟ قبلتنا واحدة، الصلاة واحدة، الحج واحد، النبي واحد، فما الفرق بيننا وبين داعش؟ في نفس الوقت توسلت بالسيدة زينب سلام الله عليها وأردت منها إلهام الجواب. خطر ببالي حديث عن الإمام الباقر عليه السلام يبدو أنه جواب هذا السؤال، كانت شبهة، كان شك، كما كان هذا الشك في صدر الإسلام، وكانوا يقولون لإمام علي عليه السلام أن نحن مسلمون والطرف المقابل أيضا مسلمون، فكيف نقاتلهم؟ فكان الإمام علي عليه السلام كان يقول لهم اعرف الحق، اعرف الحق تعرف أهله، تعرف أهله. أنا قلت لهم إجابة أن الإمام الباقر عليه السلام يقول بني الإسلام على خمس، على الصلاة والصوم، على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية. قال زرارة، من أي شيء ذلك أفضل؟ كدامك أز إنها أفزله؟ قال عليه السلام الولاية أفضل. قال زرارة لماذا يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. إن لهزك فرارسيت فعندما أنا أعطيت هذا الجواب عن الإمام الباقر عليه السلام فالسائل ابتسم وانبسط، كأنه دخل جوابك في قلبه، أخذ جوابه تماما فأثر الجواب في قلبه. لا شك كلام نقلت الإمام الباقر عليه السلام أثر في قلبه. جميل جدا. نعم، هذه ذكرى جميلة من سوريا. جميل جدا. عزيزي علي رضا، أنت ذهبت مع الوالد إلى سوريا أليس كذلك؟ وهذه تلاوة لك. نعم. نعم. وتلاوة القرآن. افتتاحية ضريح ضريح الشهداء في قم المقدسة. جميل. كنترول، إذا لديك يعني تلاوة أيضا للعزيز علي أيضا. طيب. لا بأس. أخي علي رضا الآن اتلو ما تيسر لك من القرآن، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس أو أجد على النار هدى. سنت. فلما أتاها نودي يا موسى. سنت. إن
ربك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أحسنت أحسنت. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أحسنت أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وما يخفى. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. بارك الله بكم أخي علي. أخي علي، متى بدأت رحلة التلاوة وما هو طموحك في المستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلطف خدا و بعنایت اهل بیت، بلطف من الله و عنایات اهل البيت عليهم السلام، منذ الطفولة كنت أسمع صوت القرآن في البيت، فهذا كان يجعل القرآن أكثر جذابية لي. فكان يقول لي أبي إذا ارتفع صوت القرآن من إذا لم ترتفع صوت القرآن من البيت ترتفع أصوات أخرى. الحمد لله على هذه النعمة، على أن والدي جعلوني في هذا الطريق. فتشجيع الوالدين كان يجعلني أن أشتغل وأعمل في هذا الطريق أكثر. فكنت أقلد بعض الأساتذة الكبار. الحمد لله، من عام عندما كنت في السادسة من عمري بدأت بشكل محترف التقليد من الأستاذ عبد الباسط، وبعد سنتين أبي عرف أن أغير طريقي إلى مصطفى إسماعيل، فغيرت تقليدي إليه واستفدت من قراءات أستاذ مصطفى إسماعيل. بارك الله بكم كثيرا. ما هو طموحكم في المستقبل؟ در آینده سریع عرض بکنم. الجدير بالذكر، من به ایشون که عرض میکردم و ایشون علاقمند بکنم که اثناء التعليم عندما كنت اريد ان اجعله يتعلم فكنت یاد کلاسایی که خودم با عزیزان كنت اتذكر دروسي مع الطلاب الايرانيين. فدائما أنا أقول لهم أن لكل آية عليكم تكرارها 3 مرات على الأقل. فعندنا من يستمع 100 مرة، فيقولون هل هناك من يستمع 100 مرة؟ أقول نعم، هو موجود وهو ابني. أحيانا هناك قطعة من الأستاذ هو يسمعها مرات متعددة. نعم. جزاكم الله خير. نعم، شكرا لكم أيضا على هذه الملحوظة التي ذكرتم. أعزائنا المشاهدين، اسمحوا لنا بهذا الفاصل ونعود بعده، فابقوا معنا.
تقبل الله أعمالكم مشاهدي برنامج شاهد وشارك، ومبارك عليكم شهر رمضان. وأما سؤال المسابقة، في كلامه جل وعلا عن ذم الربا وفي الجزء الثالث من القرآن الكريم، ماذا توعد الله المرابين؟ ألف وعدهم بحرب من الله ورسوله، باء وعدهم بجهنم وبئس المصير، جيم وعدهم بإنزال العذاب عليهم. مشاهدين الأعزاء، يمكنكم إرسال جواب المسابقة عبر الواتساب للرقم المكتوب أسفل الشاشة. وطبعاً في ختام البرنامج نختار الفائز بالقرعة ونقدم له الجائزة، نأمل أن تكون أنت الفائز. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. طبعا الجائزة هي 4 ملايين تومان، ما يعادل 150 دولارا إن شاء الله للرابح بالقرعة هذه الليلة إن شاء الله. عودة إليكم سيد صادق الشرفي، ستضع الحرب أوزارها إن شاء الله بنصر مؤزر، وهذا وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن. كيف يرى السيد صادق نفسه منخرطا في العمل الجماعي لنهضة اليمن ولمستقبل اليمن ولثورة ثقافية جديدة في اليمن؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين. نحن المجتمع اليمني بعد مضي 6 سنوات وتجاوز 6 سنوات من العدوان لا يزال مليئا بالأمل وبالطموح وبالتفاؤل، وعنده نظرة إيجابية للمستقبل وثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة كبيرة. ومما يميز الشعب اليمني تقريبا هو هذه الثقة الكبيرة بالله سبحانه وتعالى. والشعب اليمني بطبيعته هو جماعي، بطبيعته جماعي. يعني هنا عندما نذهب خارج اليمن نشاهد أن التجمعات تحصل أحيانا أسبوعيا أو شهريا أو في المناسبات، لكن في اليمن التجمعات يوميا. يوميا، هذا جزء من ديدن الشعب اليمني. نعم بالضبط. يوميا بعد العصر لابد أن تجتمع الأسرة أو القبيلة أو أهل المنطقة في بيت واحد ويقعدون للمناقشة والحديث مع بعض. والعمل الجماعي في اليمن مستقبله كبير جدا، وأعتقد أن من أكثر ما يخيف هو العدوان، وما يسبب العدوان على اليمن والعداء للشعب اليمني وهذه الطبيعة الاجتماعية وهذا الوعي وهذه البصيرة. اليوم عندما شاهدنا الشعب اليمني في تجمعاته وفي مسيرته لإحياء يوم القدس العالمي، رغم الحرب ورغم الحصار ورغم الطائرات يخرج من أجل نصرة فلسطين، ورغم هذه الظروف إلا أننا شاهدنا مسيرة مليونية كبيرة جدا، وصيام ولن نبالغ أنها ربما تكون هي المسيرة الأولى. وهذا ما نفتخر، ورغم جائحة كورونا ورغم كل شيء، كل الظروف مولانا، صيام وحرب وجائحة كورونا وأوبئة وتهديدات أيضا من العدوان، قصف طيران، ولكن الشعب اليمني لا يزال. فهذا الحب للعمل الجماعي، الحب للحركة الجماعية والتلاحم الشعبي الذي يظهر في أبهى تجلياته في اليمن يبشر بخير. نحن جزء من هذا المجتمع، سنعود إليه إن شاء الله بهذا النفس وبهذا البعد، بأمل كبير في الله سبحانه وتعالى وبثقة في الله سبحانه وتعالى لنعمل فيما يخدم هذا المجتمع ويخدم الدين الإسلامي. أحسنتم كثيرا سيد صادق. عودة إليكم سماحة الشيخ، لديكم وصايا للشباب ولديكم أيضا منجزات قرآنية خاصة بكم، تفضل. خواهش میکنم بنده قابل نیستم که بخوام توصیه. یعنی انت استاد القرآن الكريم لأكثر من 10 سنوات. ما مديون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مدينين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن مدينين لشهداء صدر الإسلام، شهداء كربلاء المقدس. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني،
نحن هذا الدين الذي اليوم بأيدينا، هذا القرآن الموجود بين يدينا. فالرأس الحسين عليه السلام يقرأ القرآن بعد استشهاده. الوالد الشباب يجب أن يعرفوا هذه، يلتفتوا إلى هذه النقطة بأن هذا الدين لم يصل إلينا بسهولة، فكل واحد منا يجب أن نعم علينا الاستئناس بالقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام عليك بتلاوة القرآن على كل حال. القرآن عزيز بالنسبة إلى النبي، وأمير المؤمنين عليه السلام أيضا عزيز بالنسبة إلى النبي، فهو يوصي عزيز بعزيز. فنحن يجب أن نجعل أنفسنا مخاطبين لهذا الكلام. نحن شيعة علي عليه السلام، علينا أن نعرف أننا مدينين للقرآن الكريم، فعلينا الاستئناس وقراءة والتدبر في القرآن. فإن القراءة بدون تدبر، بلا تدبر فلا خير في تلك القراءة. إذن فعلينا التدبر إضافة إلى قراءة القرآن، فهذا التدبر هو الملاك. إذا ابتعدنا عن القرآن فالنتيجة هذه هي المشاكل الموجودة التي نراها في أمتنا الإسلامية. فنرى أن العدو يسيطر على الأمة الإسلامية. نحن علينا أن نمنع هذا الاستيلاء من قبل الاستعمار والاستكبار. عليكم بالقرآن وصية النبي. أحسنتم كثيرا، وهذه فعلا هاتين الكلمتين تختصر كل الحكاية مع القرآن الكريم الذي هو عدل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل الفقرة التربوية. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، ومع الفقرة التربوية وهي الفوائد الروحية والاجتماعية لصلة الرحم. أعزائي المشاهدين، ها هي أيام هذا الشهر المبارك تمضي بنا سريعا، ونسائم الرحمة والمغفرة والبركة متواصلة في أيامه ولياليه، وأبواب الخير فيه مشرعة وهي كثيرة ومتنوعة، ومن أعظمها مكانة وأجلها قدرا وأوفرها أجرا صلة الرحم. صلة الرحم مشاهدي الأكارم خلق إسلامي رفيع دعا إليه الإسلام وحض عليه، يربي المسلم على الإحسان إلى الأقارب وصلتهم وإيصال الخير إليهم ودفع السوء عنهم. صلة الرحم من الحقوق العشرة التي أمر الله بها في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أعزائي المشاهدين، لصلة الرحم فوائد وبركات في الدنيا والآخرة. هي طاعة، هي تزكي الأعمال، تنمي الأموال، تدفع البلاء، تحسن الخلق، تسمح الكف، تطيب النفس، تنفي الفقر، تزيد في الرزق، تطيل الأعمار، تكفر الذنوب، تعمر الديار، تدفع ميتة السوء، تضاعف الثواب، تيسر الحساب، وتهون من سكرات الموت، وتنسئ في الأجل. أعزائي المشاهدين، من وسائل صلة الرحم زيارة الأرحام، تفقد أحوالهم، السؤال عنهم، الإهداء إليهم، التصدق على فقيرهم،
التلطف مع وجيههم، توقير كبيرهم، رحمة صغيرهم، وزيارة مرضاهم، وقضاء حوائجهم. نسأل الله تبارك وتعالى مشاهدينا أن نصل أرحامنا، وأن يكتبنا من الواصلين، وأن يجنبنا القطيعة واتباع خطوات الشيطان، وأن يتقبل منا صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل، إنه سميع مجيب. سيد، اليوم صلة الرحم ثقافة إسلامية أصيلة، سنتحدث عنها إن شاء الله معكم بعد الفاصل. أعزائي، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. حان الآن سحب القرعة لاختيار الفائز. كان عدد المشاركين هو 426 مشاركا. عدد الأجوبة الصحيحة كان 122 جوابا. البلدان التي شاركت في المسابقة: من إيران، من لبنان، من العراق، من سويسرا، من البحرين، من غينيا، من نيجيريا، من بوركينا فاسو، من سوريا، من السودان، ومن المغرب، ودول أخرى عديدة. الإجابة الصحيحة هي ألف، في كلامه جل وعلا عن ذم الربا في الجزء الثالث من القرآن الكريم: ماذا توعد الله المرابين؟ ألف، وعدهم بحرب من الله ورسوله. باء، وعدهم بجهنم وبئس المصير. جيم، وعدهم بإنزال العذاب عليهم. الصحيح هو ألف. سنطلب منك أخي علي أن تتقدم إلى هنا وتسحب ورقة. تفضل. لا يستطيع هو؟ طيب، سنطلب منكم سيد، تفضل. لا. طب أنا سأذهب إليهم، أنا سأذهب إليهم، أنا سأذهب إليهم. سأتيك الآن وتسحب القرعة. أخلط الأوراق لو سمحت، أخلطها جيدا جيدا. أخلط، نعم، بعد أخلط جيدا جيدا، نعم، وأسحب ورقة. شكرا لكم، شكرا لكم أعزائي المشاهدين. الرابح هو دعد كامل جبق من لبنان. دعد كامل جبق من لبنان. أطلب من غرفة السيطرة الاتصال برقم دعد كامل جبق لو سمحتم، إذا كانت هي على السمع لو سمحتم. وألف مبارك لدعد كامل جبق. الجائزة وهي عبارة عن 150 دولارا أمريكيا. طيب، سيد شرف، أنا أحببت قبل الفاصل أن أتحدث معك عن ثقافة صلة الرحم، وقرأنا قبل قليل عن بركات وفوائد صلة الرحم. كم هو أمر عظيم في التوفيق الفردي والجماعي وتوفيق المجتمع بكامله. طبعا صلة الرحم أولا يعني هي تعزز حضور الأفراد مع بعضهم، تعزز الارتباط بين أفراد الأسرة، بين الأولاد ووالديهم، بين الأولاد وأقاربهم، أعمامهم وأخوالهم، عماتهم وخالاتهم. الأحاديث المستفيضة طبعا وضحت القرآن، أوصى النبي، أوصى
نعم القرآن أوصى، والروايات التي أيضا أشرتم إلى ما الذي تحققه صلة الرحم للإنسان على الفرد، انعكاساتها طبعا بهذا المستوى نعم. الذي ذكرتم أنها تطيل في العمر نعم. بركات كثيرة أنا نقلت بعضا منها وغيرها نعم. على المستوى الجماعي هي تعزز اللحمة الاجتماعية نعم. تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتعزز القيام بالمسؤولية تجاه الآخر. يعني كل فرد يقوم بالمسؤولية تجاه قريبه، تجاه إذا طبقت هذه صلة الرحم تعم الخيرات بالمستوى المطلوب، تعم الخيرات تقريبا لن تجد فقراء في المجتمع لن تجد محتاجين، لن تجد مشاكل، ستحد من المشاكل بشكل كبير جدا، ويحل الوئام والأمن والسلام والألفة بين الجميع. أحسنتم كثيرا سيد إليكم مجددا. أخي علي، لديك طموحات في المستقبل؟ تفضل. أهم شيء طبعا الرتب الدنيوية وهذه المقامات الدنيوية لا قيمة لها، فهي رتب عابرة. أما إذا أنا أستطيع أن أجعل القرآن جذابا وأبلغ القرآن في العالم بصوتي وقراءتي الجميلة، فهذه هي أمنيتي الأولى. أهم شيء رضا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم إن شاء الله كل التوفيق لكم أخي علي، بارك الله بكم. سمحت شيخ سنختم معكم بتلاوة عطرة منكم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. أشكركم كثيرا على حضوركم، وأيضا أشكر الشاب المتألق علي رضا نجلكم، ونسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق والمزيد من التألق والنجاح إن شاء الله. شكرا لكم سيد صادق الشرفي، آنستمونا هذه الليلة، وندعو الله بالنصر المؤزر للشعب اليمني العزيز إن شاء الله. أشكركم وأشكر أيضا العائلة التي حضرت معكم، أشكر السادة المشاهدين، وغدا سؤال جديد وجائزة جديدة. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.